شكرا أسماء. مريم مرحبا. اليوم تتشاركي في بنشاط في اطار جمعية ديال المواطنة للتنمية، وشفتك درتي واحد النشاط دابا، قدمي راسك وعرفينا. انا مريم رزاق المستودعة لزكية، انا جيت اليوم لجمعية مبادرة التنمية الوطنية على اساس نقدم شي انشطة، وهذه الجمعية زوينة بزاف وكنشكركم. شكرا. دبجد مروه. ها مروه، عاودي لينا شنو درتي اليوم في دار الشباب مع جمعية المواطنة للتنمية؟ اشنو النشاط اللي درتي؟ اشنو استفدتي دابا؟ درتي نشاط وطني؟ لعب مزيان مزيان زيد. اشنو درتي اليوم؟ اشنو سميتك؟ اسحاق الساوي. اسحاق مرحبا، اشنو درتو؟ الأنشطة ورحنا بزاف ومشكلة. شكرا. شكرا شكرا. أدام حضرتي اليوم هذا النشاط ديال الجمعية؟ حضرت هذا النشاط. شكون اللي نظماتو؟ نظماتو جمعية المبادرة للتنمية. أييه، وشنو دارت لكم؟ ودرتوا النشيد الوطني؟ النشيد الوطني. شكرا سي اده. هلا قول سميتك؟ سميتي زينب، كنحضر المستوى الخامس. عجبتني هذا. سي حسناء، كندرس بالمستوى الاولى الاعدادي في الثانويه الاجتماعيه. اليوم جمعيه المبادره الوطنيه للتنميه وكنشكر. شكرا. هبه حضرتوا اليوم النشاط؟ اسميت الجمعيه؟ جمعيه مبادره للتنميه الوطنيه. للمواطنه لاجل التنميه. نشاطكم مزيان؟ جيتي للجمعيه؟ عجبك هذا الشيء؟ عجبك؟ مزيان، طريبيان. شكرا. وجدان الدامي مرحبا. انت مؤطرة ديال واحد الورشة حضرت لها الان ديال اللي نظمتها، اش من جمعية؟ نعم. شنو هو البلاطو ديال هذا النهار؟ شنو درتي فيه؟ هذا النهار بحكم انها اول حصة للجمعية مع الاطفال، قلنا اناشيد، قلنا العرس. فين المكان؟ دار الشباب. وعندكم برنامج ربما؟ يعني كل احد ولا بالنسبه للاطفال؟ كل احد. كل احد عندهم موعد؟ اش من وقت؟ الساعه 10 الى الساعه 8. يعني يوم الاحد دار الشباب. شكرا وجدان. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.